عندنا خبرين عالميين، منهم الخبر التاني خبر رياضي زي ما قلنا علشان ننسى شوية الإساءة اللي حصلت لنا امبارح برفع علم غير علم بلدنا في الأولمبياد. نفرح كده بوجه مشرف بنوتة مصرية بطلة الحقيقة مشرفانة، وإن شاء الله بيبقى معها كتير كمان من زمايلها يشرفونا. وخبر تاني هنبدأ بيه في مجموعة أخبارنا العالمية، نسمع أو نشوف إيه حكاية بنت أوباما اللي بتشتغل كاشير في مطعم أسماك بعد الفاصل. من إندبندنت، ابنة أوباما تعمل كاشير في مطعم أسماك خلال أجازتها الصيفية. ذكرت صحيفة إندبندنت البريطانية أن ساشا الابنة الصغرى للرئيس الأمريكي قد وجدت وظيفة للعمل خلال فترة الإجازة الصيفية، وهي وظيفة كاشير في مطعم أسماك. وذكرت إندبندنت أن زميلتها الأمريكية بوستن قامت بتصوير ساشا البالغة من العمر 15 عاماً في مطعم وهي ترتدي اليونيفورم الخاص بالمطعم وتقف خلف الكاشير. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن ساشا كانت تستخدم اسمها بالكامل في العمل الخاص بها في المطعم، والتي يستمر 4 ساعات، ومن المتوقع أن تستمر في العمل حتى نهاية الأسبوع عندما تذهب أسرتها إلى المنطقة لقضاء إجازتها السنوية. لكن ساشا لم تستطيع الفرار من كونها ابنة الرئيس خلال عملها، حيث ذكرت التقارير الصحفية أنه يرافقها 6 من رجال الخدمة السرية. حقيقة إنه لو إحنا طول الوقت بنلوم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لأنه ما بيعترفش زينا بالعناصر الإرهابية، وإنه سنين بيقوي عندهم العناصر الإرهابية، لسه كنا بنتكلم زملائي وأنا إنه قرار غريب من الاتحاد الأوروبي إنه في تشريعات أو قوانين عندهم حيعدلوا فيها ويغيروها بحيث تسمح إلى جماعات عناصر الإخوان وبعض الأفراد الجماعات الإرهابية بتديهم حق طلب اللجوء في هذه البلاد. فالحقيقة أنه ده بالنسبة لنا علامات استفهام، أنتم مستنين إيه؟ ده الإرهاب دخل بلادكم الحقيقة، دخل إلى عواصمكم وضرب مدنيكم وضرب شرطتكم وجيشكم. مع أنه بنختلف في كل ده، لكن ما ينفعش ما نتفقش أنه في أمريكا في حاجة حلوة قوي، إنه المجتمعات هناك كل إنسان بينظر إلى نفسه وبينظر إلى عمله قبل أن يقيم أعمال الآخرين. يعني تخيلوا كده مثلاً إن في مصر هنا تبقى أنت في مطعم بتاكل لو حاجة وقايم على الكاشير واقف عشان تدفع حسابك، أو أنت قاعد على الترابيزة في مطعم والويترس مثلاً أو الويتر اللي جاي يدي لك التشيك أو اللي جاي مثلاً يشوف الأوردر بتاعك إيه معلق النيم تاج هنا مثلاً وكاتب اسمه الثلاثي إنه ابن رئيس الجمهورية أو ابن رئيس الوزراء أو ابن حد كبير. مشهد في الوطن العربي عمرنا ما هنشوفه، مستحيل. في أمريكا في ده لأنه في حرية هناك وفي ديمقراطية. هي بنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لكن هي في الأجازة الصيفية نزلت تشتغل، فحاجة حلوة، حاجة فعلا حلوة. أي نعم كان معها 6 بودي جارد، يعني برضه مش متخيلة يعني كاشير وقاعدة واقفة على الكاشير بتكتب الأوردرات وبتاخد الفلوس من الزباين وفي 6 بودي جاردز واقفين بيحموها، يعني مشهد غريب. يعني موجود في أمريكا المشهد ده. ده كان خبر إندبندنت. تعالوا نشوف أهرام أونلاين وفريدة عثمان تحقق رقما إفريقيا جديدا وتتمنى التأهل لنهائي 100 متر فراشة. أبدت السباحة المصرية فريدة عثمان سعادة بالغة بالنتيجة التي حققتها أمس السبت في تصفيات سباق 100 متر فراشة ضمن منافسات السباحة بدورة الألعاب الأولمبية 2016. وتأهلت فريدة عثمان 21 عاما إلى الدور قبل النهائي للسباق بعدما قطعت المسافة في 57.83 ثانية لتحتل المركز الرابع في مجموعتها بالتصفيات وتحجز مكانها في الدور قبل النهائي الذي تقام فعالياته في وقت لاحق اليوم. وأشارت السباحة المصرية التي احتلت المركز 12 في ترتيب العام لقائمة المتأهلات للدور قبل النهائي في هذا السباق إلى أنها تتمنى الآن أن يدعو لها الجميع من أجل مواصلة مسيرتها في هذا السباق والوصول للدور النهائي المقرر اليوم الأحد. إن شاء الله ربنا معاكي يا فريدة، أنت وكل الأبطال التانيين اللي مشرفينا. زي ما قلت في الأول الحقيقة ما ينفعش المشهد المستفز اللي احنا شفناه امبارح من أحد اللعيبة وهو بيرفع علم غير علم بلده، لأنه الحقيقة أنه في الأولمبياد والألعاب الرياضية العالمية والمحافل الرسمية دي لا ترفع إلا أعلام الأوطان.
كل لاعب ما يرفعش إلا علم بلده، دي بلدك اللي أنت طالع بتمثلها والمفروض تشرفها. ولكن الحقيقة طبعا دي الصورة اللي امبارح كلنا تدوناها، كلنا علقنا عليها، وكلنا استأنا جدا جدا منها. بالأمس اللاعب حمادة طلعت، عرفنا فيما بعد أن اسمه حمادة طلعت، وهو لاعب في الرماية، منتخب الرماية، واقف ماسك في إيده علم المملكة العربية السعودية. كل الاحترام إلى كل أعلام دول العالم كلها، لكن أنا في النهاية كمصرية كمواطنة أحب أشوف اللاعب اللي بيمثل بلدي رافع علم بلدي وبلده وبس، مفيش أي أعلام تانية، مفيش سياسة هنا، ولا في مجاملات، ولا في أصلي كنت متربي في بلد تانية، أصلي كنت عايش، مفيش الكلام ده. فمع الجانب ده الحقيقة اللي استفزنا جدا، على الأقل هدينا شوية لما شفنا فريد عثمان، وشفنا إن شاء الله بقية الأبطال اللي هيشرفوا.